النهارده من داخل مركز ابو المطامير احنا عاملين معرض ملابس من جمعيه الاورمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. المعرض ده مستهدفين فيه اكتر من 5000 قطعه ملابس جديده بنوزعها بالمجان على المستحقين والاسر الاولى بالرعايه من مركز المطامير والقرى التابعه لها. طبعا احنا نزلنا على المستفيدين وعاملين معانا قواعد بيانات بيها دارسين حالتهم ان كل اسره بعدد افراد الاسره. المستفيد احنا مستهدفنا في المعرض 600 اسره، الاسره متوسط افراد الاسره من 5 افراد. جميع الملابس بالمجان، معانا اعمار عديده ليهم بتناسب الاطفال الصغيرين بسن ابتدائي لغايه سن الجامعه. معانا ربة المنزل بتختار اللي هي معاه ومعاها اولادها كمان بيختاروا اللي يتناسب الاعمار. انا النهارده بقاعه نادي الزراعيين باب المطامير بتنظم جمعيه الورمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي معرض ملابس بالمجان. ان شاء الله هنقدم النهارده فيما يزيد عن 5000 قطعه على 2000 مستفيد ب 600 اسره، كل اسره بتستفيد من حوالي من 10 ل 15 قطعه ملابس جديده باعمار متفاوته. زي ما حضرتك شايف ان الملابس هنا انواع كتير، عندنا ملابس اطفالي ورجالي وحريمي وشبابي عشان تناسب جميع الاعمار. طبعا احنا في قمه السعاده ان احنا نخدم الناس دي، والناس دي طبعا جايين من جميع قرى ومراكز ابو المطامير من مراكز مختلفه، وبتم بحث الحالات دي جيدا جدا عشان نوصلوا برضو للحالات المستحقه، لان طبعا بيبقى في حالات كتير جدا عايزه توصل، لكن احنا بناخد المستحق فقط اللي هو يستحق يستلم الحاجه دي. انا النهارده جيت بمناسبه يعني المعرض اللي هم فاتحينه النهارده للجمعيه، فانا جيت والله لقيت هي حاجات كتيره جدا ومبسوطه، ولقيت انا خدت حاجات كتيره اهيت وجميله والدنيا حلوه هنا. انا خدت هنا بص قميصين وخدت بنطلون. انا جيت النهارده لقيت حاجات جميله جدا، وانا خدت الحاجات اللي انا عايزاها ولسه هاخد حاجات تانية، والحاجات هنا جميله جدا. والله جيت عاملين لنا معرض حلو اهوت وكل حاجه متاحه قدامنا، ونشكر جمعية الأورمان ونشكر الناس اللي جايين عليها، ناس كلهم حلوين ومحترمين والله، وبيشوفوا طلباتنا يعني أي حاجة بنعوزوها ما بنستخسرهاش فينا. أنا كنت أقول ده حاجات قديمة وكده، لكن حاجات حلوة والله، حاجات حلوة جميلة، حاجات حلوة يشكر ويجعلهم للخير على طول. احنا نشكر جمعية الخير بتاعت الأورمان والله يجزيهم كل خير، والحمد لله بدنا كل حاجة حلوة وهدوم جديدة، فاللهم صل على النبي حاجتهم حلوه قوي بيساعدونا في كل حاجه.